رحلة مكملة في الرثماك موصلين معاكم في حلقة خاصة شوية، حلقة نحتفلوا فيها بالعيد ميلاد 20 الكارفور. جنة العادة يكونوا على عين المكان، غادي في كارفور يجيونا العباد من كل حدب وصوب ويأخذوا الكادوات في المباشر من الحاجات والحلقات اللي تقعد في الذاكرة، أنك تحتك مباشرة بالناس وتسمع الكلام الباقي وتشوف الكريتيك والغش نتاع الناس ويتفعلوا معنا ويفرحوا ياخذوا الكادوات ويتغشوا كما ياخذوش الكادوات. احنا نعطي وقتها في اللي تابلت، معناها نتذكرها وما ننساهاش، نفرقوا في اللي تابلت. ثم مراك اللي باش نعطيها في الاخر، انا تلمو من الاول هي جايه وغيره كذا قاعده التابلت. يا اخي جاني راجل وعنده ولده مريض هكا من صاحب من ذوي الاحتياجات الخصوصيه في كروسه وكذا، قال اعطيني تابلت باش يلعب. اخترتك الوليد باش اعطيته التابلت. يا اخي المراه قالت لي ماكش راجل، عملت لي حاجه اخرى ما تقالش في الميكرو معناها، وهي من اللي كانت الراف نحبك الراف نموت عليك، قالت لي يوف ودارت ومشيت على روحها. بعد الدعاء الخير كلها مربوط بشرجر مش حتى بتابلات. يلا معانا المره هذه صديقنا مروان بوزيان، موجود في كارفور المرسى في ربط مباشر. مروان صباح الانوار. صباح النور راف، تحياتي لك صديقي. بونجور الاحلى مستمعين راديو اي اف ام. احنا توا راف متواجدين في كارفور المرسى اليوم في العشرينية التاريخية الكارفور، فهمتني والله العظيم. اسمع عنده الوهرة متاع عصام الشوالي اهل الراف، احنا توا في الكامب نو دخول لاعبين المرسى، تشكيل جو جو كبير يا الراف لهنا، جو كبير خويا في العشرينية التاريخية الكارفور. بحذايا متشارك توا باش يربح معانا 100 دينار ان شاء الله يا ربي. ما نعرفش باش تسالي انت ولا باش نسالي انا. هات انا اسالو انا ما يسالش مروان. تحيه ليك صديقي اول مره مروان باش يكون حاضر معنا يوميا في كارفور. نتعرفوا على صديقنا اللي اخترته مروان باش يلعب معنا، واللي ان شاء الله يا ربي يبدا نهاره ب 100 دينار كاش. صباح النور راف. صباح الانوار صديقي، نتعرفوا عليك. مهدي من باب الحضرة. ولد حومتي باب الخضرة. وين باب الخضرة بالضبط؟ باب الخضرة الشارع الهادي شاكر. وين؟ شارع الهادي شاكر. الهادي شاكر القوس. بحذا القوس غادي، بحذا البيس دو روشونج، وبحذا بحذا حسن تستيرا. انا تو ما عادش غادي. تو كيفاش؟ تو ما عادش غادي، عديت 20 سنة الغادي. وين سكنة تو؟ سكنة تو في سكرة. في سكر هكا وخويا كل وقت ولا في الاكدو ولا في الاكدو دار ما مات يرحمها في الاكدو. يلا خويا مرحبا بك صديقي. قول لي بابا، قول لي ظهر لي والله اعلم. قريت مع اختك الكبيره ولا الصغيره؟ عمرها نورمال مون توا 41. دونك الكبيره نورمال مون. اللي نعرفوا عليها عمها لطفي بوشناق. نورمال ذيك هي لحد الان تعطي فيها في حاجات صحيحه معناها، لحد الان تعطي فيها حاجات في ناس مجاز البيت صحيح. ولهذا اعتبر روحك ربحت 100,000 في مجاز البيت. 200,000 تحيه ليها. ما نعرفش عاد كيفاش كانوا صحابك شي تعاركوا غادي في الواحد قلت له تبعث لك ميساج في الهاني هكا في الاستماع كان في الاستماع تعطيني التفاصيل. كوليج مجاز البيت تحيه والله تحيه لي. عمري ما سميته، ديما نحكي على باب الخضرة ولكن نحكي نازل ثلاث سنوات الاولى في نهج مجاز الباب. وقت جاتني لورينتاسيون في سيزيام وقالوا لي نهج مجاز الباب وامي شارل ديخت قالوا في باجه لا بعيد 200 متر وبعد مرشي البحري مقابل الخضار وكل جوج ماذيك باب اللي سي ما نعرفوش وقتها. وي مادي تبدا تسمع في الكاكاوية بدينار صحيح، كاكاوية بدينار وغيره كذا، وانت تقرا في الكاسيتات اللي بحذا الكاسيتات وما ادراك ما الكاسيتات ويا حوينة الكاسيتات ويا حسره. خليك دخله يا راف، خليك دخله. سي مبروك عليك مهدي، لعب لي على النوستالجي الكل. يلا مهدي نلعبوا على 100 دينار كاش صديقي. سؤال سهل، بقداش من عام تحتفل كارفور اليوم؟ العيد ميلاد قداش؟ لا 20 سنة. ال 20 سنة يوصلوك لل 100 دينار كاش. مبروك عليك. مبروك. مبروك عليك صديقنا مهدي، 100 دينار كاش من اهداء كارفور. نسلموا عليك برشا، ان شاء الله نهارك زين. كان عندك على شكون تحب تسلم ولا تحب تعمل ديديكاس؟ يلا. نحب نسلم عليكم الكل في البلاتو والغايبين زادة. نسلموا عليك احنا برشا زادة. على امي وبابا وعائلتي وعلى زوجتي. نسلموا عليك وعلى كل الناس اللي تسمع فينا، على ولاد حومتك جدود في سكره، وعلى الحومه القديمه باب الخضره والهدي شاكر ومرشي البحري والناس الكل اللي يسمعوا فينا. تحيه ليك يا مهدي، مبروك عليك 100 دينار كاش. صديقنا مروان منور خويا. يعيشك يعيشك يا الراف.
غدوة إن شاء الله ملتقانا. قل لي شيخ شيخ يدي عامل جو مخك يقف. أول مرة نعمل جو من 8:30 تاع الصباح. أول مرة تقوم من 8:30 في فورلي برا كمل الشمس. شيخ مخك يقف في العشرينية أخويا نتاع كارفور، فهمتني؟ العشرينية التاريخية لكارفور جو كبير. برا أخويا بعد شا مفاجأة تستنى فيك أنت غادي على عين المكان، مش هبط لك مسؤول يعطيك الكادو نتاعك. مفاجأة لك أنت صديقنا مروان بوزيان. يلا سلموا عليك مروان ومبروك على مهدي 100 دينار كاش من إهداء كارفور. انتم تسمعوا في حلقة خاصة من رفماك احتفالا بعيد ميلاد كارفور العشرين. يلا نقعدوا في الكادوات، نقعدوا في الربح. حلقة سبيسيال شوية، نمشي مباشرة مع صديقنا طارق الحناشي تروقة. صباح الأنوار، نلعب على بوندا شا قيمته 200 دينار من اهداء ليكا موبيل. ليكا موبيل تهنيك على العزيز عليك. تروقة صباح الأنوار صديقي. صباح النور راف، كيف الحال؟ حدد مكانك، اين انت؟ الحمد لله احنا في المدينة الجديدة حومتي، والمتسابق من حومتي ما هو من حومة حد. فهمت؟ ترى في حومتك انت توا معناه. اي وتعرف اكتشفت حاجة في روحي في الاكسيون هذه راف، اللي هي الحياد. الحياد خطرنا اليوم اليوم في حومتي، ورغم الابتزازات والفازات اللي صارت لكل جيران القهوة، مدير المكتب اللي كنت نقرأ فيه بوليكس متاعي، ورغم هذا اخترت عبد ما نعرفوش. ما تعرفوش جملة قدامي برك. ما تعرفوش جملة. جملة هذا تعرفوا عليه ترى. صباح النور. بونجور راف. صديقي صباح النور، نتعرفوا عليك. بالحسن كنتاوي تاكسيستي. بالحسن الكنتاوي تاكسيستي، متزوج، عندك صغيرات بالحسن؟ مع رسوة، عندي زوز أولاد تويمة. ربي يفضلهم لك. شو مسميهم؟ يعيش. ريان ورسلة. ريان ورسلين يتربيوا في عزك إن شاء الله. قلت لي تخدم تاكسيست، تخدم على كربة متاعك ولا سان عليها؟ لا سان عليها. الله المستعان صديق، إن شاء الله ربي يحل بين الرزق وتولي الكربة متاعك. والتحوم الطارق بالحق تعرف ولا ما تعرفوش الحقيقة؟ ما نعرفوش أنا. بارة قلت له من هنا، قال لي انا من شوشرت. الفن اللي انت ما تعرفوش ايه؟ عليه 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 بو صغار بو صغار. عادي معناه عادي في مسابقه تختار واحد ولدهمته يسكن مقابلك يا طارق. صلي على النبي، تو الكليون يدخل فيه الشك. ايه ان بعض الظن افهم، اما البلاتو كامل داخل فيه الشك. احنا قبل ما ناخذ اليوم باهي. يلا سيدي اخنا ابابا قل لي. انا وقفت نلقى الناس تعيط وتصفق على طارق، فهمتني؟ فرحانين بيه والناس تغني، مش نورمال عامل جو، مش نورمال. ستار غادي في الحومة، ربي ستار غادي في الحومة. شنو اخزر دو هاك تتفرج؟ هاني شوف هكا عبد هبل، هذا متاع عبد هبل سيد وفما حتى حد قدامه هو يبوس في الهواء والحمام الزاجل. يا ولا حويل على صغر سنه طارق والله كفايه. شو يكلم في الهواء؟ قالوا من بعد نتصور معك. يا ولا حويل ذاع من بين يدينا والله. كان مشروع منشط هاي للساعة ما يسالش. نوفيل جينيراسيون. نوفيل جينيراسيون. ريت ريت بلي راف مادام تكلمت سندريلا. سامحني اي تفضل. قاعد نعمل في برودوي في شعري، اسكو ظاهره الرطوبيه فيه ولا هي ما تفهم لونجوليري؟ بروتيين هذا طارق تيجي ما نسميوش شعلينا. فما حاجه اخرى ظاهره تنقول لك عليها طارق. هاو السؤالات الفلسفيه المهمه اللي تم في الاشلاء. شنو طارق؟ شنو الحاجه اللي ظاهر اللي فهموها في البلاتو مش بس؟ يلا هات نمشيو نلعبوا على 200 دينار مع صديقنا. صديقنا سؤال يربحك بوندا شاب قيمه 200 دينار. السؤال يقول بقداش سوم دقيقه نتاع ليكا موبيل لي زوبيراتور توينس فيكس كانوا والا بورتابل؟ 35 مليم، 100 مليم، 500 مليم ولا دينار؟ 35 مليم. 35 ملي. انا نعطيك سؤال صعيب. صالي يعني بير اخر انا قلت لي سهل معناه ما مغشش اللي نعطيك سؤال سهل. هو قبيله قال لي راني حافظهم الكل الاسئله. اسم الكل. سمي لي 10 موظفين في ليكا موبيل استديو بالاسم واللقب. سمي لك 10 موظفين في اف ام. لا بالاسم واللقب في ليكا موبيل مش في اف ام. سمي لي في اف ام. بالباب الصافي. سمي لي في اف ام. في اف ام الموظف الكبير الحاج. الحاج هذاك الكبير القاعدة هذاك الحاج هكا ريت سميت الحاج. مبروك عليك صديقنا بودا شاف. مبروك عليك بودا شاف قيمة 200 دينار من اهداء ليكا موبيل. نسلموا عليك برشا صديقي. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا حاب نسلم عليكم انتوما واحد واحد. طارق
ولد حومتي تضلك عليك راك حاوتي برا بالك برا بالك فهمت. ونسلم عليكم احلى جوكم وعلى سونيا على الحاج الناصر خف شوي علينا يقولوا رانا مكش خين خف على العباد يا ناس سينو طيب يلبس لك تين ده توا السيد سايب الاسبيرونس قالك يلا صديقنا تحياتنا ليك مبروك عليك 200 دينار كاش من اهدى لك موبيل وتحيه لتروكا موعدنا ان شاء الله غدوه في نقطه خارجيه جديده. السلام عليك طارق باي باي الى اللقاء راف غدوه ان شاء الله نقابلوا في بوستة جديده تشاو. ان شاء الله نهارك زين باي باي تشاو تشاو. مبروك البوند اشاق قيمته 200 دينار من اهدى ليكا موبيل. ليكا موبيل تهنيك على العزيز عليك. يلا سيدي نمشي وتو سويت للاخبار مع سالم هلال ونرجع لكم بعد شويه في الراف ماك نسمع شويه اخبار مع سندريلا من القلب. كل عام وكارفور حي بألف ألف خير. مواصلين معاكم بعد شوية بالكادوات بالجوائز. نعودوا ناخذوا صديقنا مروان من كارفور مرة أخرى باش نربحوا 100 دينار كاش. ولكن توت سويت نرجعوا للأخبار نرجعوا للأكتو نرجعوا للسندريلا والبوكس نيوز. بوكس نيوز سندودة مرحبا بكل ناس معنا. بحال جريمة اللي صارت لابنة الصحفي منجي الخضراوي وين تم خطفها واللي خطفها سائق تاكسي البارح. صحفي منجي الخضراوي في تدوين لي على صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول انه احالة المتهم باختطاف بنته 15 سنة في سيارة تاكسي بحالة سراح. وقال انه المتهم اعترف بالجريمة اعترافا كامل الشيء اللي خلى برشا ناس يبهتوا علاش المتهم هو في حالة سراح. برشا تضامن مع الصحفي منجي الخضراوي من الصحفيين والمجتمع المدني. التعليق كانت هكا وزعام كانت شدوا في الناس اللي تتكيف في الزطلة. تعليق اخر يقول وسيد مسكين اللي حرق الكوفرفو بصفاقس توفى على خاطركم شديتوه وما عطيتوهش زرقة الانسولين. تعليق اخر يقول هذه حاجة غريبة وعجيبة في بلادنا مجرمين يدوروا يعني سيد اختف بنية عمرها 15 سنة وتسيبوها كيكا يرجع لعائلته ما غير ما يتحاسبونه. فبالتعليق هذا ومن بعد تسألوا وتقولوا كيفاش الإجرام قاعد يزيد في بلادنا. هنا نحكي على صحفي عنده حد من المصداقية كيقول الكلام دونك باش نبنيه على كلامه باش نبنيه على كلامه. ما تراش سنية أنه مطالب وقت اللي تولي قضية راي عام أنه يخرج واحد يبرر حيثيات الحكم. لأنه اليوم أنا كي نسمع السيد اعترف أنه اختف بنته تعرف عليه هو اعترف البنية تعرفت عليه في المكافحة هو اعترف أنه اليوم يكون في حالة سراح وعلى جرائم مالية نلقى عباد معدي عامين في الحبس وهذا خاطف روح معناها بشرية الله أعلم شكي مش يعمل بها. تراش أنه مطالبة المحكمة تخرج وتبرر للرأي العام حيثيات الحكم وقت اللي الرأي عام 12 مليون يقولوا يا أخي شبيه القاضي يحكم هكا يا أخي عادي في حالة سراح باش يخطف بنية أخرى في حين ناس في الكوفر فوق في حين ناس نحب نذكر سامحني نتعصف عليك رفيق الطفل اللي مات في صفاقس تشد في الكوفر فوق مات معناه على خاطر حطوه في الحبس معناه في حاجه من وراء العقل ما تفهمش الحقيقه وقت اللي تعرف شروط المبدا بالطبيعه ديما نقولوا المبدا انه الصراح تبقى فما ثلاثه حالات منها انه المظنون فيه يمثل خطر على المجتمع يظهر ما فماش خطر اكثر من هكا انه انسان يختطف فتاه معناها تحويل وجهها لوجهه قاصر ما نعرفش اللي كان ناوي يعمل لها دونك ما فماش خطر يبدو لي اكثر من هكا. السيد هذا مثل اختار قرار النيابه في ابقائه بحاله صراح غير مفهوم ماهوش حكم هو قرار معناها باش يفتحوا تحقيق من ولا حاكم تحقيق ما نعرفش اكيد حاكم تحقيق اللي خذ القرار قاضي التحقيق في محكمه ريان اسمه فيصل العرعى على خاطر جريمه خطيره تفتح فيها تحقيق ما فهمتش القرار نتاعو مبني على شنو اما موش باش يخرج يبرر لا ما يبررش حكم تحقيق ما يخرجش يبرر قراراته بيانا منطق فماش هي اصلا فما سريه تحقيق هي حاجه فما حاجه اسمها سريه التحقيق انا من المعطيات اللي موجودين لا مش باب التاويلات احنا توا اجتهدنا نقولوا اللي هذه جريمه خطيره وسيد هذايا يمثل خطر على المجتمع اذا كانوا مريض وعنده دي بولسيون اللي ما نجمش يتحكم فيهم كي يشوف بنيه يزم يختفها ليه انا غدوه ينجم يعاود اما النطق الرسمي محكمه ينجم يعاود تحت مسؤوليه شكون فهمتك مريض بمعنى غير مسؤول لا لا لا, لا. اذا كان شوف اما تكمل كلام رفيق النطق الرسمي محكمه ريانه
ينجم يخرج علاش يتكلم. ما يخرج يتكلم. مش أما باش يقولك سرية التحقيق، شو باش يقولك؟ هذا قرار من قاضي التحقيق وما نجموش نكشفوا على الخلفيات. تولي قاعدة تهدم في ثقة الشعب في كل ما هو مؤسسة تابعة الدولة. أنا اليوم ما زلت والشعب بيبدل ما يفرقش. راهو سونيا كيما أنا تو عملت الغلطة وأنت صلحتني نيابة وقاضي والنائب ما يفرق بالنسبة ليه. الحاكم اسمه الحاكم عند الشعب شدوا وسيبوا، شد شكون وسيب شكون؟ راجل اختف طفلة برا. امشي في التأويلات عاد اللي تحب، يا إما يشجعوا على الجريمة وإلا السيدة ذي بيعثوا. ويبدو أنه مش أول مرة ونبنيه على كلام منجي الخضراوي. منجي الخضراوي رفيق في تدوينة هبطها نهار 3 أيام التالي قال أنه السيد هذايا حول وجهة فنان معروف للأسف رضيت بالصمت خوفا مما تعتبره فضيحة. فنانة أي فنانة. دونك عنده مشكلة كبيرة. عنده سواب. بهي الله نمشيو لغيسات في سيدي ثابت للتوضيح. يا الأخبار الثاني سندريلا نحكيو على شكري بوزيان، وإحنا نحكيو عن الفنانين الفنان المحبوب ونذكروه جيل التسعينات بغاني ناجحة برشا منهم دورتني في سباعك خاتم ذهب في ديك. يلا سندريلا محليك يا عمي زي هذيك جديدة على السماء مقارنة. شكري بوزيان اللي هبط تدوينة وقال فيها تحت راي تونس والدستور الحر والزعيمة الأسطورة الأستاذة عابر موسي ملتقانا نهار 5 جوان بباردو للطلب بالرحيل والمحاسبة للفاشلين والفاسدين المرتسقة والخونة وإخوان الشياطين والمخابرات الأجنبية ارحلوا عنا فقد كرهتكم العيون. وقال انه باش تصير مسيره حاجده يوم 5 جوان بباردو. برشا تعليق اللي بتبيع اعتبر شكري بوزيان شجاع وكتب له برافو هذا اللي يلزم. تعليق اخر يقول صحيت شكري بوزيان لازم اليوم نقفوا التونس ونسندوا اللي باش يخرجها لبر الامان. وفما بالطبيعه اللي كان ضد اللي يقول له علاش تدخل هالمداخل انت فنان محبوب يحبوك الناس الكل سايب عليك من السياسه. فما اللي قال علاش يا شكري بوزيان تصويرتك كانت عاليه قدامي علاش تفسد فيها. ونوفى بالتعليق هذا علاش كان في تونس خليه والفنان يختار الحزب اللي ميله في العالم اجمع يقولوا عن ميولاتهم السياسيه كان احنا في تونس ما نقبلوش بهذا. حاش في العالم أجمع يصطفوا المشاهير كورجية فنانين في البلدان اللي عندها ديمقراطيات عريقة أمريكا فرنسا غيره. في تونس الوضع يتحمل اليوم أنك فنان تمشي تصطف مع حزب معين وإلا لا يتحمل أخطأ. شكري بوزيان كان قاعد بلغتنا بس الحيط وإلا لا من حقه أنه يمشي يختار أي حزب وأي زعيم سياسي. بكل صراحة وبكل تلقائية أخطأ 100%. علي احنا مانيش في وقت وبش أولا ساعة عبير موسي اللي أنا انتخبت الزعيمة زعيمة فيش تفاش زعيمة حزبة زعيمة لقب ولينا نعطيه فيها كاك اللوحة في ترويح شكري بوزيان يا ودي توا احنا نقصين عرك ونقصين عبير موسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والشيخ وكذا وبتزيد اندي تدخل روحك خاصة وأنا شكري محبوب برشا الناس كل تحبه. ايه بعد شوية خليهم يأكلوا بعضهم دبر روسهم. أنا أقول خليهم يأكلوا بعض. أنا والله خير واحد يقول أنا نحب الحزبة ذاك هو حر خير من اللي يقعد يخدم مخبي. هو قالك في الاخر هو مش باش يخدم هو, هو شنو يربح اليوم كي يقول انا مع الحزب الفلاني اي فنان مش شكري لازم يكون الشعبيه نتاعو هو تمشي للحزب هذاك تحب ولا تكره. تو انت الاحزاب اللي بعد الثوره الكلها مشاو اللي بدات مع الناس اللي مشهوره الكل مشات مع الاحزاب واصطفت مع الاحزاب بتعلت شنو معناتها فما هذا واحد ملاعب قديم ولا كورجي قديم يمشي لحزب معين. العقلية في تونس ناصر تعطي أنه مثلا مواطن تونسي مغروم بالملاعب الفلاني. أنا مثلا يعجبني برشا من على شعتيني أي اسم كورجي تونسي بن يحيى. خالد بن يحيى نلقاه في الحزب الفلاني نولي نختاره ولا أنا يعجبني صابر الربيعي كفنان صابر الربيعي اختار الحزب الفلاني باش نتبعه هو واقعيا ما يصيرش هو واقعيا ما يصيرش وفما تجارب قبل وما صارتش. انا نعطي اكزامبل شكري مثلا في وقت ما طلع مع الحزب تاع سليم الرياحي تذكر في شكري الوعر وما طلعش للمجلس وبالرغم انه شكري الوعر قام من القامات الرياضيه. كي نرجع بتويلي معش نعطيكم زاد الكلمه المشاهير الكل اللي اختارت باش تصطف كلها كلت الضرب وما ربحتش معنا الكل الكل مش حتى صطف ورا وحتى اللي قعدوا في قاعده مع زعيم سياسي نذكر الفنانين اللي قعدوا مع راشد الغنوشي شكري مع سليم الرياحي نبيل معلول عمل قاعده مع البيجي قائد السبسي ما كان عندها وقتها حتى شيء. كيف كيف كلا برشا انتقادات اليوم الفنانين سندريلا مراد اختيارات رفيق
انا شكري شكري بوزين حتى شكري الواعر نحبه ميسيش الزوز نحبهم شكري بوزين من الفنانين اللي نحبوهم اللي تربينا عليهم اللي عنده جمهور كبير في تونس وغنيات يحبوهم. العقليه غير العقليه رفيق, مانيش عقليه التوينسه مش عقليه البر. اليوم التوينسه متعصبين هك تشوف مثلا انا ندافع على عبير موسي باش ناكل السب من جهه اخرى, دافعت على النهضه مثلا باش ناكل السب من جماعه عبير موسي. اليوم شكري بوزين كاريرو وراه اليوم عمل تاريخ في الاغنيه التونسيه, علاش معناها تهد فيه؟ خليك فنان لكل التوينسه, خلي التوينسه كل يحبوك, ما تدخلش في داخل السياسه على خاطر بالنسبه لي السياسه ما تربحش في تونس, لا تربح الاعلاميين لا تربح الفنانين لا تربح العاصفين اللي زيهم لا تربح لا ما تربحهمش. ما عندها انا وميمه مثلا ما انا بالنسبه لي ما عندها متربحني سياسه, دونك جي فيت اني نحكي سياسه, جو بريفير نكون نحب الناس كل وقت. والله يا الرافه الغلبه ذي دخلك في داخل السياسه يعني. ليه لازمني نتدخل؟ ليه ساعه ساعه لازم نحط صبعي على الجرح؟ والله الغلبه اللي متعدي ولا يدعو اللي هذا شبيه قاعد ندعو يا لي شي جيفاره, والله كاني يدعو على طرح رميه رب على يلمهم. هاي صدق ولا ما تصدقش؟ يقدرموا ليه ما تحكيش عليك هيك؟ ساعه فرح بيك نهار اللي جاي على البلاتو بعدين صار هو ذكا ليه والله يدير مع رجل اغنيه ما قلتوش انا نسخيل وعجبني وانت ذيك اللي فرح بيا عاود المداخله نتاعك. والله كي يدعو انا معاهم مش نهبط معاهم. واسمع شكري بوزين وين فما فرق صغير بين نعرفوا الكاتريم فاق منين باش تجي. خلينا نوضحوا المفاهيم, راهو الانتماء السياسي مش الانتماء الحزبي. تو كيرينا مثلا روبرت دينيرو اللي سب دونالد ترامب بطريقه مهينه ومشينه, ولا جاك نيكولسون, هذوما ممثلين كبار, هذوما دافعوا على قيم, وكي دافعوا على قيم جاوا ضد رجل سياسه. احنا ساعات نحسوا انه بعض الفنانين ما عندهمش هكا راي وقيم ومبادئ يدافعوا عليهم, يحبوا بلوس شخص. هذا وين وين الاشكال, لانه الالتزام في السياسه مطلوب بالعكس معنا الفنانين بنيو قضايا انسانيه خير من انهم يحكيوا على حاجه ولا قضايا سياسية. مبدئيه جاك دينيرو جاء ضد ترامب لانه ترامب كان ضد المهاجرين, وفي الغرب العنصريه معتبره جريمه كبيره, احنا في تونس عادي جدا انك تكون ضد على خاطر قضيه فكره مفهوم. هو ايون كور في تونس, في تونس ايون كور روا اليوم انت تنجم تكون احنا في البلاتو هذايا دعينا الانتخاب قيس سعيد, وكي جيت تنقد قيس سعيد على حاجه اليوم الافراد العائله الكل نتاعك والدنيا واصحابك والعالم يتجبد على الفيسبوك, واحنا معنا على قضيه مانوش على الشخص, فما بالك عز سليمان مثلا فنانه انجاجي على قضايا مبدئيه ماهيش انجاجي مع حزب سياسي, وفي هذه تستحق الاحترام. عز سليمان قضايا على شنو على فلسطين كل مش على فلسطين مش فقط لا العنف العنف ضد المرأة معنى انجاجي في قضايا وقفة محترمة جدا الحقيقة معناها عملت دو بوبليكاسيون واحدة على العنف ضد المرأة واحدة على فلسطين نحبها برشا نحسها وليت هكا كما قال رام يعطيناها ستاتيو نتاع تشي جيفارا ماهيش لينا بن مهني معناها ماهيش الله يرحمها كيف صحيح ما زالت اوكي نحييه على مواقفها المبدئية في علاقة بالعنف ضد المرأة في علاقه فلسطين وكذا, اما زيد باش ما نصنعوش ماهيش لينا بالمهني باش نعطيو حق الناس اللي تناظر سنوات وواحد هبط دوز ثوره انستغرام هي خاطر معروفه مليون و400 يتبعوا فيها مليون و400 يتبعوا فيها ربما فما جزء كبير منهم لا يهتم بالقضيه الفلسطينيه لفات اللي هي تهتم خليتهم ربما هي راهو شجاعة كبيرة على خاطر كان انت تهبط حاجة ما تتساند فلسطين ينجم يحكي يزكتيولك ولا ينحيولك الكونت انستغرام هي صغيرة راهي في العمر مازلت كي بديت معناها مشوارها وديجا في طنبك الشهرة متاحة تبنيت حاجات اليوم كما قلت نجم تمس في الكاريير بروفيسيونيل متاحة لو انه كي بدينا النذال بدينا عمرنا 12 سنة بريمير اني كوليج وبديت فوق العناق والمظاهرات وغير وكذا خسرنا الفلوس وخسرنا كل شيء ولكن قلنا كلمتنا وذيك على ذيك على ذيك ربيتني الراف قلت لي شيمك في الخدمه وفي انا نتائج التربيه شيء كبير كيف قلبت على شكري بوزين. يلا نمشيو لصديقنا مروان موجود مره اخرى في كارفور على عين المكان ناخذوه. مروان رو بونجور. بونجور راف ماك رو بونجور لراف ماكير رو بونجور للناس اللي موجودين بحذايا توا في كارفور المرسى
في عيد ميلادها التاريخي العشرينية التاريخية لكارفور خويا الراد. تفضل مرحبا بك. العشرينية التاريخية شوية اخر رامي مروان يقول لي وتوزيعة في شكل تصويبة نجم الشبيبة القيروان فتحي تفكر عقدة حمزة المغير بزيدة بعثتوه بنعرف حمزة رد وما تشكورة على كيف كيف على اخوتا صديقنا مروان. مروان تعرفوا على سيد اللي بحثيك يلا تفضل بابا هاو معاك بابا بابا مرش البحري صباح الانوار صباح النور نتعرف عليك صديقي زهير الجزائري مرناقية زهير من مرناقية اش تعمل في الدنيا زهير خدام خدام ايش تخدم لو ما فيش احراج معنا يا زو لو ما فيش احراج ما فيش احراج زعما عامل يومي وبعو عامل يومي الله المستعان يا صديقي وربي يجيب القسم ويحلها في وجهك ان شاء الله ويعطيك ما تتمنى يا زو باهي زهيري نلعبوا على 100 دينار كاش من اهداء كارفور السؤال يقول في قديش من مجازان كارفور اليوم تحتفل بالعيد ميلاد متاعها وتحتفل تيلة الاسبوع في قديش من مجازان مجازان مرسى ايه كارفور المرسى كارفور سوسة ايه كارفور جيبس سوسة جيبس المرسى المرسى كما قلت انت كارفور مول اوف سوس كارفور جيبس صديقنا زهير اموره 5-5 مبروك عليك 100 مبروك عليك 100 دينار كاش يا زهير من اهداء كارفور نسلموا عليك انا عندك على شكون تحب تسلم يا زو يلا سلم على اللي بجاوي الكل على اللي بجاوي الكل يا اخوي تحياتنا اللي بجاوي والعرش الكل هكذا يا الراف يا الراف باب قولي مروان روش تريسي شوية هو وديجا عطيته كعبة دقلة وفهمتني وكيس جو وكذا خاف من السؤال برشا اما توا اوكي سلكها دونك الحمد لله ذا روش تريسي شوية ظروف المباشر يا مروان سيسهم صحيح المستمعين والناس اللي تلعب معنا وانتو كان المهم صديقنا زو اربح لميات دينار مشكور يا زوير ومشكور انت صديقي مروان بعد شوية عاود تقول لي شنو الجائزة اللي اعطيتها لك كارفور اما في الاوف مش في اللونتير في الاوف في الاوف يلا سلموا عليك مروان وسلموا عليك صديقنا زهير ربح 100 دينار كاش من اهداء كارفور لنا عودة بعد الفاصل انتم تسمعوا في حلقة خاصة من رفماك احلى مكملة في الرفماك مواصلين معكم للتسعة ونص مواصلين حتى للتسعة ونص مواصلين بالاخبار وتوجى وقت شيل فيول سيف مع شيل ليكس الزيت الوحيد المصنوع من الغاز الطبيعي اختار طريقك وعيش ثنيتك نتذكروا الكل قبل رمضان وفي رمضان شيل فيول سيف وشيل إليكس هزونا في تونس الكل من الشمال للجنوب ونشوفنا جمال بلادنا ونشوفنا البلايس المزيانين عملنا دورة تيلة شهر رمضان تقريبا واكتشفت شخصيا مناطق مزيانة برشا كنا سألكم لي راف مقور أكثر بقع شدتك هكا ناصر قلت يزمني نمشي لها بعد رمضان في الصيف الشتاء الجنوب جربة الجنوب وما أدراك من الجنوب مراد المثلث باجل كيف سليانة باجل كيف سليانة الشمال الغربي كيف كيف سونيا لينا زيدا اكتشفته وما نعرفوش وما نعرفش الجنوب عايش 120 كيلومتر انا من تونس حمامات وسوسة والله بالحق والله تونس حمامات وسوسة فما اجابة تتقال بقعة تصور في الفلوس برا تنقل لك من بعد سندريلا انا بنت شمال الغربي دونك شمال الغربي انت بالشمال الغربي سندريلا معايرية دونك من مكتر بنت بليدي سونيا زيدا بنت بليدي جبت مكة ثابتة يا اخي نورمالمون على مولود في السويد هاو يتناقشوا في دار سير مش كلها مس من نوفيل زيلاند مش هكاك على خاطر انا تولدت في حملف وباز في حملف دونك الاصل اصيل فما اللي يقول ماكثر فما اللي يقول قروينا انا متاكده اللي المكثر دونك ما عندكم الجذور ما تمشيوش الغادي دار ماماتك ولا دار عزيزك ولا جوزتك اما اصلي مكثريه اصل اصيل انت زيد تنجم تعيش ثنيتك مع شيل فيول سيف وشيل ليكس كما شفنا شكون عاش ثنيته معهم في رمضان وشفنا بلايس مزيانة برشا تقولي كيفاش زمينة راجح باش يمشي كل مرة لمحطة من محطات شيل وباش يسألكم على رأيكم على الاكسبرينس متاعكم مع المنتوجات شيل وباش نسأل واحد فيكم سؤال سهل برشا شيل ليكس وشيل فيول سيف كان يجاوب صحيح يربحوكم ان شاء الله بون داشا بون فيدونج قيمته 100 دينار وإلا كارت كاربيرون قيمتها 100 دينار صديقنا راجح اليوم باش يكون ان شاء الله موجود توت سويت في شيل روت سان غوبا معنا في المداخلة راجح نقول لك صباح النور صباح رفيق مرحبا بك وبلي رحمة كر اللي بحبك كما قلت اليوم في شيل مجرين عنا بون تاع فيدونس للربح قيمة 100 دينار
اليوم ثالث نهار في الاكسيون رفيق نفس الكونستا معناها كي يدخلوا لستاسيون شيل تخي بيان اونتروتنو نظافه البيرسونيل يفرحوا بيك هذاك علاش خونا بالقاسم عنده 20 سنه قلنا من صب كان في شيل تفضل سيدي مرحبا بالقاسم صباح النور صباح الفل كيف الحال بالقاسم شو تعمل في الدنيا؟ الحمد لله شركة نقل سامحني؟ شركة نقل تخدم في شركة النقل الله المستعان قديش عندك عشرة مع شيل؟ عندي 20 سنة مع شيل 20 سنة وانت تتعامل مع شيل كنت تحكي لنا على تجربتك في الكاربيرون في الفيداج في احكي لنا شيل فيلسي باهي احنا نستعمله في ترجي طويلة مساعدنا وبيه زاد الموتور الحمد لله وتحس الفرق معناه بالنسبه ليك انت كي تتلس ساعات وتصب حاجه اخرى لانه شيل يشدك اكثر في الكياس وانت سايق معناه وشوفير وتستعمل برشا الكياس تتحس الحاجه هذه بالجسم تحس بكل شده انا صب كما شيل واضح داكور دونك مجرب شيل تعرف انه ديما اكثر واحد ينجم يشدك ويخليك تمشي اكثر ثنية به بالقاسم صديقي نلعبوا على 100 دينار كاربيرون ولا 100 دينار فيدونج انت والحظ نتاعك مع صديقنا راجح والسؤال يقول شنو هو المكون الاساسي نتاع زيوت شيل اليكس المكون الاساسي نتاع زيوت شنو هو المكون الاساسي نتاع زيوت شيل اليكس المكون الاساسي بتاع زيوت شيل هو من الغاز الطبيعي تعرف هالمعلومه بالقاسم ولا مفسكيها كما قال رامي 20 سنة عشرين سنة في شيل دونك عندك المعلومه هذه عندي ديما يسب ديما يسب ويدخل يعمل فورماسيون طبيعي ولا سينو قالوا لي انا قريب نمشي نعمل معاه فورماسيون واضح تقول له اعطيني مون الزيت واعطيني المكونات في ورقه صب لي الكربيرون واعطيني ديما كيكا بالقاسم لانك تعبت 20 سنه وانت تتفرما ومعلومات صحيحه مبروك عليك البون 100 دينار شيل فيول سيف شيل اكس وشيل فيول سيف نسلموا عليك برشا يا بالقاسم كان عندك على شكون تحب تسلم نسلم على كيف تاع عينته ورقي نسلموا على كامل العائله نتاعك يا بالقاسم ونقولوا لك مبروك راجح تحياتنا ليك ونسلموا عليكم انتم زياده وكيف الفريق ربي يخليك عايش خويا الغالي بالقاسم راجح نسلموا عليك صديقي نهارك زين عايش نهاركم سعيد شباب تشاو نسلموا عليك راجح موعدنا غدوه في محطه اخرى مع رابح جديد ولا مع رابحه جديده ان شاء الله والسؤال غدوه باش يكون على شكون الزيت رقم واحد في تونس والعالم مع شيل فيول سيف الوقود الاقتصادي اختار طريقك وعيش ثنيتك يلا نكملوا الاخبار الاخير متاع البوكس نيوز مع السندريلا تحكي لنا على اغويرو لاعب المان سيتي سيرجيو أغويرو اللي عمل لفتة مزيانة برشا وهو يغادر الفريق حاب يرد الجميل لكامل طاقم عمل الفريق ووزع الهدايا عليهم وش عمل لهم عطاهم أوراق هكا متاع نقولوا يا نصيب باش فرقهم على الفريق هذيك باش يدخلوا في سحب على سيارته الخاصه ماركتها رانج روفر واللي قرر باش يعطيها الواحد منهم قيمتها 40,000 جنيه استرليني وبالفعل ربحها عامل غاديكا موجود بالفريق الخبر هذايا دار برشا على الفيسبوك وفرحوا به التوانسه على الاخر وقالوا علاش ليه في تونس مراوش الملاعبيه يخلصوا بالملايين والملايين وما يعملوا حتى لفته مزيانه فما اللي سأله قال زعما علاش ملاعبيه توينسا قد ما يخدموا البرة وقد ما يجيبوا الفلوس لريناهم منهار في قضايا إنسانية تعليق آخر يقول حتى باش يعملوا مواطن شغل ما يعملوش راهم كان يحلوا في القهاوي ونوفى بالتعليق هذا إن شاء الله الناس كل وخاصة الملاعبية في تونس يمشيوا على منهج سيرجيو أغويرو ويكافئوا الناس اللي تعبوا معهم بون حبهم يعملوا الخير اما المقارنه لا تستقيم معناها الفلوس اللي دخلوا ماغويرو تنجم تعاون تونس معناها مش حتى تعاون لاعبيتنا زاده يخلصوا المبادره حلوه انه ساعه مونجيلا قيمتها 1500 دولار ولا اورو للكل اللي عمله وبعد عمل لهم كيل تومبولا واللي ربح خذا الكهرباء اللي كنتوا تشوفوا فيها على المباشر واحد من العمله في النادي تعليق صغير ما عادش عندي وقت معرفتي الملاعبيه راهو فهم ملاعبيه تعمل اما مش بالحجم هذا لكن قاعده تعمل
عمل برشا ملاعبيه قاعده تعاون وتحاول باش تعاون الناس. انا نعرف برشا ملاعبيه كي يخرج من الكلوب يمشي ويخلي سمعه طيبه يعاونك الناس الزواول ويعاون الناس على قد امكانياته. ما نجمش يمشي امكانياته. الله يخبارك. نحبوا تحكيوا بعد في الموضوع شنو قلت فما البي وفما الخايبه. ما الحقيقه مالينيش هكا ملاعبيه في تونس يحلوا مواطن شغل كبير. يمكن التسويق زاد واحد. التسويق هو المهم لانه هذا احنا كان ما صوروهاش وما هبطش ما نسمعوش بها. دكتور ينجم يعمل حاجه بها ولكن ما تسمعش بها. نحكيو على تيكي كاش ونص اليوم في كارفور المارسا وكارفور مول اوف سوس وكارفور جابس. تنجم تحول لي بوانت فيديليتي نتاعك لدي تيكي كاش معناها دي بون داشا ومعاهم من تيكي كاش ثانيه بنص المبلغ الاول جراتوي. على سبيل المثال 10,000 نقطه تتحول لتيكي كاش بقيمه 10 دنانير ونزيدوك عليها تيكي ثانيه بقيمه 5 دنانير. هذاك نحكيو على تيكي كاش ونص. نعود بعد الاخبار.